السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. فبالنسبة للإخوة الذين يصومون شعبان، ولما أقول الإخوة فهو خطاب يشمل النساء والرجال، هكذا نخاطب الناس باللغة العربية الصحيحة العريقة، يعني أو على الأقل هذه قواعد اللغة عند أهل البصرة، لأن هناك من بدأ يخاطب الناس بخطاب غريب شيئا ما: أيها المغاربة، أيتها المغربيات، وكذلك خطباء الجمعة: أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات. يعني ما هذا الخطاب؟ يعني هذا عيب لغوي. فعموما بالنسبة للإخوة الذين يصومون شعبان، وبارك الله لهم في صيامهم، فلا تضيعوا صيامكم ولا تفسدوه، ولا تصوموا بطريقة عشوائية، لا تصوموا بطريقة عشوائية. فالصيام له قواعد وله أسس فيزيولوجيا، فمن الناحية الشرعية صيامكم جائز وصحيح، لكن من الناحية الفيزيولوجية ربما يكون صيام ليس صحيح، صيام خاطئ. فمن قواعد الصيام الفيزيولوجية، فالصيام يقتضي أولا أن تنقص من كمية الطاقة، وإلا فلست صائم، من الناحية الكونية، من الناحية الفيزيولوجية. أما من الناحية الشرعية فأنت صائم. إذا لم تنقص من كمية الطاقة فأنت لست صائم، بل أجلت أخذ هذه الطاقة إلى المساء. إذا كنت تصوم وتتناول نفس كمية الأكل التي كنت ستتناولها لو لم تصم، فيعني صيامك خاطئ، صيامك ليس صحيح من الناحية الفيزيولوجية طبعا، يعني ولن تستفيد منه بهذه الطريقة، لا تستفيد من الصيام. فأنت تعبد الله نعم، لكن من الناحية الفيزيولوجية فأنت لا تستفيد من هذا الصيام. قاعدة رقم واحد، يعني أن تنقص من كمية الطاقة، يعني أن تنقص من كمية الأكل، أن تنقص من كمية الأكل، أن تأكل أقل قدر ممكن، أن يكون هذا الأكل يعني نظيف وطبيعي وطبخ المنزل، وليس فيه مواد غذائية تؤثر على فيزيولوجيا الجسم، ليس فيه مواد غذائية هي التي كانت السبب في بعض الزوائد مثل اللحوم والألبان والسكر وكذلك المواد المصنعة، لأن فيها ملوثات. أن تتجنب المواد التي تؤثر على فيزيولوجيا الجسم، لأن فيها دسم وفيها كوليسترول، ربما فيها هرمونات، ربما فيها مضادات، وهي اللحوم بجميع أنواعها، اللحوم بجميع أنواعها، دواجن وحيوانات. أن تتجنب كذلك الألبان، لأنه منتوج حيواني وهو من ينتج بنفس الطريقة، طريقة اللحوم. أن تتجنب السكر أبيض، أن تتجنب دقيق أبيض كذلك، ثم أن تتجنب الملوثات، وهي القاعدة رقم اثنين. أن تنقص من كمية الأكل طاقة، قاعدة رقم اثنين. أن تتجنب المواد الغذائية التي تؤثر على فيزيولوجيا الجسم، هي تثقل الجسم بالزوائد، وهي اللحوم والألبان والسكر وهذه الدقيق وهذه الأشياء. قاعدة رقم ثلاثة، أن تتجنب الملوثات، الملوثات، لأنك صائم لتطرح السموم، فيجب أن لا تتناول سموم جديدة، يعني بعين العقل إذا كنت تصوم لتطرح السموم فيجب أن تصوم بمواد غذائية نظيفة ليس فيها ملوثات، يعني ليس فيها مضافات غذائية وليست مطهية أو مطهوة بزيوت مهدرجة أو زيوت يعني صناعية، وليست في ليس فيها بعض السكريات الكيماوية أو بعض المحليات الكيماوية، وليس فيها سكر أبيض، يعني وليس فيها هذه الملوثات، وربما تكون معلبة في البلاستيك، ربما تكون معلبة في الألمنيوم، وهو خطر. يعني هذه أسس أن تنقص من كمية الطاقة، وكذلك أن تتجنب المواد الغذائية التي تؤثر على الدم، على فيزيولوجيا الجسم، وهي اللحوم والألبان. أن تتجنب المواد التي فيها ملوثات، فيها مركبات يعني خطيرة، وهي المواد المصنعة. وكذلك يعني القاعدة الرابعة، أن يكون الطبخ كذلك سليم، أن يكون الطبخ سليم، أن يكون طبخ بالمرق. معنى طبخ بالمرق؟ طبخ بالمرق هو لما تطهى الأشياء، تطبخ الأشياء في ماء وزيت، زيت زيتون مع ماء، يعني صوص، نسميها صوص،
يعني هذا هو المرق، يعني طبخ بالمرق. وما يطبخ بالمرق هو الخضر في رمضان فقط، خضر أو بعض البقوليات، لما لا، يعني حمص، فول، عدس، بقوليات، نعم، نشويات. إذا كنت يعني كان لديك أمراض مناعية ذاتية فتجنب القمح في رمضان، أو الآن تصوم شعبان، فيعني يجب أن تتدرب من الآن، أن تبدأ من الآن تستهلك رز أو ذرة أو شيء، وتتجنب القمح ما أمكن. شعير، نعم، ممكن تستهلك شعير، يعني الذين يستهلكون الشعير عوض القمح في رمضان يستفيدون، لأن الشعير في مضادات الأكسدة وفي البيتا غليكان أحسن من القمح، وفي ألياف غذائية أكثر من القمح، وفي أملاح معدنية أكثر من القمح. ثم يعني القاعدة الرابعة، وصلنا إلى القاعدة الرابعة، أن تستهلك الأشياء التي تساعد الجسم على طرح السموم وتساعد الجسم على إعادة الفيزيولوجيا، وهي الأعشاب التي تشرب على شكل شاي، جميع الأعشاب التي تغلى في الماء وتشرب جيدة، زعتر، زعفران، أوراق الغار، زنجبيل، خولينجان، أوراق زيتون. يعني أن يستهلك الناس أوراق زيتون أثناء، لما تكون صائم يجب أن تشرب شاي أوراق زيتون في الليل، لأن أوراق الزيتون فيها مضادات للأكسدة قوية. ثم التوابل، أكلك أن يكون فيه توابل. ثم كذلك البدرات، أن تكثر في، يعني لما تكون صائم أن يكون أكلك كله في بدرات، في سمسم، زنجلان، في حبوب الكتان، وفي حبة سوداء، وفي حلبة، وفي حب رشاد، وفي ينسون، وفي شمرة، وفي كروية، وفي كذلك حبوب الكزبرة. هذه كلها أشياء يجب أن تستعين بها. لماذا؟ لأن عامل الصيام تنقص من الطاقة، تتجنب الملوثات، تتجنب يعني المواد التي تؤثر على فيزيولوجيا الجسم، تتحرك، ثم تستفيد من هذه الثلاثة، لأن ليس فيها طاقة. الأعشاب التي تشرب على شكل شيء ليس فيها طاقة، صفر كالوري. التوابل ليس فيها طاقة، صفر كالوري. هذه البدرات، يعني حبوب الكتان وسمسم، يعني كمية الطاقة يعني لا تذكر، ضئيلة. لماذا؟ لأنك تستهلك كمية قليلة، لأن ربما يكون فيها شيء من الزيت، شيء من الدهن مثل حبوب الكتان، نعم، لكن يعني الكمية التي تستهلك يعني الطاقة لا تذكر، وهي تستهلك بكمية بسيطة، ولأن تكون يعني كلها لملا، يعني يستهلك الناس هذه الأشياء، فهي جيدة. فعموما هذا الطريقة في الصيام، يعني هذه الطريقة في الصيام هي الطريقة الصحيحة، وهي الطريقة التي يستفيد بها الناس من هذا الصيام. يعني ولذلك يعني هذه الطريقة التي يعني عهدناها هي طريقة عشوائية، هي طريقة ليست صحيحة في الصيام، وهذا هو مشكلنا، أننا لا نستفيد من الصيام لأننا لا نصوم بطريقة صحيحة، نصوم بطريقة عشوائية. لو اتبع الناس هذه القواعد لكان صيامهم استفادوا منه، وكل جل الناس لديهم أمراض، يعني أمراض مناعية ذاتية، وأمراض ثقيلة، وأمراض مزمنة.